مرحبا يا أحبائي، كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لقصتنا الجديدة؟ قصتنا لليوم هي قصة الحمامة والنملة. في يوم من الأيام أشرقت الشمس في غابة جميلة في مكان بعيد، وكل الحيوانات خرجوا من بيوتهم يبحثون عن الطعام. الطيور وكل الحيوانات خرجوا يبحثون عن الطعام لأنهم جائعون. ومن خرج أيضا؟ خرجت النملة لأنها كانت تشعر بالجوع الشديد. خرجت لكي تبحث عن الطعام. أوه، ماذا حدث مع النملة؟ كانت تريد أن تعبر النهر، ولكن الغصن الذي كانت تمشي عليه كان ضعيف، فمال فجعلها تقع في داخل ماء النهر. مسكينة يا نملة. من رآها من بعيد يا ترى؟ رأتها حمامة، وعندما شعرت أن النملة ستغرق أسرعت بسرعة وركضت وأحضرت ماذا؟ انظروا ماذا أحضرت. أحضرت ورقة شجر حتى تساعد النملة من الغرق، وأمسكته بمنقارها، فأصبحت الورقة قارب نجاة للنملة وجعلتها تخرج من الماء. عندما وصلت النملة إلى الشاطئ و تخلصت من الخوف الذي كانت تعيشه، قالت للحمامة: شكرا لك يا حمامة، شكرا جزيلا لأنك أنقذتني من الغرق. وبعد أيام ماذا حدث؟ كانت النملة تمشي، فجأة ماذا رأت؟ رأت الحمامة تقف على غصن من أغصان الشجرة، ومن خلفها كان هنالك صياد يريد أن يصيدها. ولكن ماذا فعلت النملة عندما رأت الصياد؟ تذكرت أن هذه الحمامة في يوم من الأيام ساعدتها، فركضت على رجل الرجل الصياد وقرصته من رجله، فجعلته يتألم بشدة، وهكذا خرج الوارود من البندقية ولم يصب الحمامة. والحمامة سمعت الصوت فطارت بسرعة وهربت، وهكذا النملة ردت المعروف إلى الحمامة. وفرحت الطيور بنجاة الحمامة جدا، ورجعت الحمامة تشكر النملة على فعلها، حيث أنها بقيت سالمة ولم يحدث لها شيء. وهكذا كل معروف نقوم به تجاه أي أحد نتعلم أنه إن شاء الله سيرد إلينا في يوم من الأيام. إذن لا تبخلوا في فعل المعروف يا أحبائي. مع السلامة.